باي. كروك يا سم... السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من المخلوق المخيف والغامض الذي وجد في الشلال إلى الشيء المرعب الذي صوره رجل بالصدفة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مخيفة وغامضة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسيرا. فلنبدأ على بركة الله. فتاة تدعى ماريانا راموس نشرت مؤخرا على حسابها في تيك توك فيديو انتشر بشكل سريع ووصل لأكثر من 3 ملايين مشاهدة في وقت وجيز. تقول ماريانا بأن والدها كان يحضر للصلاة في الكنيسة، وقد صور فيديو من داخل الكنيسة وأرسله إليها، لكن وبينما كانت تشاهد هذا الفيديو رأت شيئا أصابها بالدهشة والخوف. شخص ببشرة شاحبة وملامح غريبة ومرعبة كان يقف بين الناس، ويمكنكم ملاحظة بأن عينه كانت مجوفة وعميقة ومظلمة وكأنه ليس ببشرة. سألت ماريانا والدها عن ذلك الشخص الغريب، لكنه أصيب بالدهشة هو كذلك، ويؤكد بأنه لم يره عندما كان يصور الفيديو، كما أن كل الناس في الكنيسة لم يتعرفوا على هذا الشخص عند رؤيته من الفيديو. إذن من أو ماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ الفيديو التالي نشره رجل على حسابه في الانستغرام، وقد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي هذا اليوم ذهب الرجل في رحلة لشلال تيفوس الضخم بأيسلندا، وبينما كان يصور الشلال فجأة ظهر شيء غامض لم يجد له تفسيرا. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر مخلوق أسود مخيف يقف في حافة الجبل، وقد كان يتحرك بطريقة غريبة. عند تدقيق النظر جيدا يمكن ملاحظة بأن ذلك المخلوق كان غريب الشكل ولا يشبه شكله أي حيوان، وقد شبهه البعض بالمخلوق الذي يسمى بالعفريت. إذن ماذا قد يكون هذا المخلوق الغريب في رأيكم؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. دخلت لنفق مهجور لكن ما وجدته كان مرعبا. الفيديو المخيف التالي صورته فتاة تدعى لورا دخلت لنفق سكك حديدية مهجور في هوستل بألمانيا. هذا النفق شيد سنة 1890، وكان يستخدم من طرف الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية. المهم في هذا اليوم قررت لورا الدخول لاستكشاف هذا النفق، لكن ما وجدته بالداخل كان مخيفا وغير متوقع. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيداً.
فجأة ظهر وسط السكة الحديدية جسم غريب يتحرك. شعرت الفتاة بالذعر وهربت من النفق بسرعة. عند تدقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأن ذلك الشيء يشبه شكله يد بشر نحيلة وشاحبة. هذا المشهد غريب ولقد شاهدته عدة مرات، لكنني لم أتمكن صراحة من معرفة ماذا قد يكون هذا الشيء. هل هو حيوان أم بشر أم أنه شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. Creo que se metió un animal. Por ahí las llaves se quedaron pegadas. Por ahí se quedaron pegadas. رجل كان في المنزل وفجأة حصل له شيء مرعب. إن تذكرتم كنا قد نشرنا في السابق قصة الزوجين اللذان ذهبا لاستكشاف الغابة في الليلة، وعند عودتهم للمنزل بدأت تحصل لهم أشياء مرعبة باستمرار داخل المنزل. لذلك قرروا البدء في تصوير بثوث مباشر على اليوتيوب ليثبتوا صحة كلامهم. لكن قبل أن نعرض لكم جديد قصة الزوجين، إليكم مشاهد لما حصل في السابق لمن لم يشاهدها من قبل. بدأت القصة في هذه الليلة عندما كان الزوجين في بث مباشر، وفجأة سمعوا صوتا غريبا في الطابق السفلي. في إحدى الليالي استيقظ الزوجين على صوت قوي وقاموا بفتح بث مباشرة، لكن ما حصل كان مرعبا. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. ¿Pero qué? Es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Miren. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron? O sea, son aproximadamente... يوما بعد يوم بدأت الأمور تزداد رعبا وإخافا. وفي هذه الليلة وبينما كانوا عائدين للمنزل قاموا بفتح بث مباشر على تيك توك، وهذا ما حصل. Saludos في تيك توك. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche a la platicada. عندما استدار الرجل بالكاميرا ظهر من خلال زجاج النافذة داخل المنزل مخلوق أسود مظلم يشبه شكله لامرأة. لم ينتبه الرجل لظهور ذلك الشيء، لكن العديد من المشاهدين للبث بدأوا يخبرونه عن ظهور ذلك الشيء، وقد أصيب بالذعر لأن المنزل كان مغلقا ولا أحد موجود بداخلها. ليس هذا فقط، ففي إحدى الليالي وبينما كان الرجل يقوم ببث مباشر ويصور ما حصل للسيارة، فجأة سمع صوتا قويا داخل المنزل فذهب لاستكشاف الأمر، لكن ما حصل كان مرعبا. كين está ahí? Hola.
¿Quién está ahí? Hola. ¡Uy! Creo que se metió... ¡Ey, ey, ey, ey! Creo que se metió un animal. Hola. No mames. No mames. فجأة تحركت لعبة خيمة الأطفال من تلقاء نفسها. بحث الرجل داخل الخيمة لكن لا يوجد أحد، لكن في الجهة المقابلة ظهر وجه مخيف وغريب بملامح مرعبة، لكن الرجل لم ينتبه لوجودها. بعد ذلك بدأ المشاهدون للبث المباشر يخبرونه عن ظهور ذلك الشيء المخيف. على الفور ذهب لاستكشاف الأمر لكن لم يجد أي شيء. ¿Aquí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. إذن من أو ماذا قد يكون ذلك الشيء؟ وهل كان هذا نفس المخلوق الذي ظهر للعائلة في السابق؟ وهل هو جن حقيقي كما يقال أم أن لديكم تفسير آخر لما ظهر؟ الفيديو المخيف التالي نشره رجل على الريديت وقد صورته كاميرا مراقبة داخل المنزل. ففي وقت متأخر وحوالي الساعة 4:30 بعد منتصف الليلة، وبينما كان الرجل يشاهد التلفاز، فجأة سمع صوتا غريبا يأتي من غرفة المعيشة. بعد ذلك حصل شيء غامض ومخيف، فلنشاهد التسجيل. في الأول سقطت حقيبة اليد من تلقاء نفسها، فأعادها الرجل لمكانها معتقدا بأنه أمر عادي. بعد ذلك بدأ الكرسي يتحرك من تلقاء نفسه بشكل مخيف. يقول الرجل بأنه أصبح مؤخرا يسمع باستمرار أصواتا غريبة داخل المنزل، ويعتقد بأنه صار مسكونا. فما رأيكم؟